بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طيب، لاحظ في المشروع اللي أنشأناه 3 ملفات. لو دققت هذا المشروع الرئيسي اللي فيه المين أو الملف الرئيسي عفوا، هنا تتعامل مع الأرقام، هنا تتعامل مع الحروف، لأنه أغلب تعاملاتنا مع الأرقام والحروف. فلما يكون عندي عملية رقمية حنطور دالة هنا، عندي عملية نصية حنتعامل مع هذا الكلاس. عموما الآن أنا أبغى أسوي دالة تتعامل مع الأرقام أو مصفوفة من الأرقام. كيف؟ نعطيها مصفوفتين بنفس الطول، والدالة تضرب وتنتج لنا مصفوفة فيها حاصل الضرب، فيها حاصل الضرب. مثال الآن، تعال للدالة اللي موجود، الكلاس اللي موجود هنا، نقول له public، نقول integer mul array int a وانت بي. طيب هنا نحتاج ايش؟ نضيف مصفوفه، لان الناتج حيكون مصفوفه. ايش الفكره؟ ناخذ المصفوفه A وناخذ المصفوفه B، بس لازم يكونوا نفس الطول، ونضرب كل عناصرها ونجيب مصفوفه تحمل النواتج، يعني ترجعها مصفوفه فيها النواتج. طيب احنا اول شيء نسويه نتاكد ان الطول زي بعض ولا ما ينفع، فنقول if a dot length، شوف، يساوي b، لا يساوي، خلينا نقول لا يساوي b dot length، هنا معناته ما هم متساويين، هذا حيسبب مشكلة، فنقول له return null. null يعني فاضي، حيرجع لنا null، حيرجع لنا null. طبعا طيب نيجي هنا، حيرجع null، حيرجع حاجة فاضية. جميل. الآن إذا نزل تحت معناته الطول مناسب، فنقول for int أو الطول متساوي i يساوي صفر، i أصغر من أي واحدة a ولا b، لأن الطول واحد a dot length i plus plus. نجي نقول هنا، طبعا إيش الشيء الناقص هنا؟ إحنا نبغى نرجع مصفوفة، فلازم ننشئ مصفوفة، لازم ننشئ مصفوفة. بس ليش ننشئها هنا؟ لا، ما ينفع ننشئها هنا، لانه لو انشاناها وتاكدنا من الطول والطول ما طلع تمام، كذا ضيعنا شيء من الذاكره او اخرنا البرنامج. طبعا تاخير لا يذكر لكن ما يفضل، يعني هذه اداء البرنامج. فاحنا نقول هنا انتجر، نقول سي او ريزولت، عشان تتعود على كتابه المتغير كعده حروف او كمسميات. انتجر باي طول؟ نقول بي دوت لينك، يعني بطول مين؟ بطول اللي هو، بطول اللي هو ال، عفوا، نيو، اللي هي ناقصة نيو، نيو. طيب الآن أنشأنا المتغير اللي اسمه result اللي بيحمل حاصل أو النواتج الضرب، فنيجي نقول هنا result of i، العنصر صفر، يساوي a of i ضرب b of i. لاحظ معايا، خلينا بدون أقواس لأنه سطر واحد. طيب الآن شو نقول؟ نقول return result. ليش هذا الكلام؟ لاحظ، نيجي نحلل الدالة. الدالة ببساطة تأخذ مصفوفتين من نفس الطول، تشيك على الطول إذا كان كويس، وكي تكمل، إذا لا ترجعنا. نقول هنا result، أنشئ مصفوفة ثالثة حتحمل النواتج. فلاحظ A صفر مع B صفر، ولما يحطها في result صفر، لما نلف الثانية ريزولت واحد حيكون في A واحد مضروب في B واحد، وبالشكل هذا. طيب نيجي الآن فين؟ نيجي لداخل مين، ننشئ كائن جديد، نقول نقول calc C ساوي new calc، طبعا ما عندنا constructor في C أو عفوا في الكالك. نيجي نقول C dot، احنا نبغى مصفوفات طيب عشان نتعامل معها، فنوقف هذه ونعرف مصفوفتين انتجر. نقول هذه المصفوفة الأولى سي، ولا بلاش سي، احنا معرفين سي، نقول 1 و 2، احنا تذكرنا انه لو حطينا قبل يعتبر الاثنين مصفوفات. فنيجي نقول 1، افضل اخليها لك عشان الكتابة، يساوي 1 4 5، بلاش 1 عشان الضرب، 3. طيب انتجر 2 هذه مصفوفتين يساوي،
لاحظ الآن أنشأنا مصفوفتين. الآن نقول له integer r يساوي c dot. c dot إيش؟ مال array. أضرب لي مصفوفة ورجع لي. ليش عرفنا متغير r نوع مصفوفة؟ لأن الدالة ترجع مصفوفة نوعها integer. فنقول مين؟ 1 و2. الآن لاحظ هنا هذه تأخذ مصفوفتين، مررنا مصفوفة 1 لهذه قيمة، مررنا مصفوفة 2 حترجع لنا النواتج. حنقول 4 i يساوي 0 i أصغر من r dot length i plus plus system dot r dot println من اللي هو r of i. ايش معنى هذا الكلام؟ نبغى نطبع عناصر المصفوفة R عشان نشوف حواصل الضرب. طيب شغل، لاحظ ضرب 3 في 45 طلع له الناتج هذا، بعدين ضرب 4 في 2 ب 8، بعدين ضرب 5 في 7 طلعت 35. هذه هي الفكرة. الآن احنا انشأنا دالة بضرب مصفوفتين في بعض. طبعا لا تستعجل تقول هذه أمثلة بسيطة، لا تستعجل، لأنه احنا نضرب أمثلة على الأشياء اللي درسناها، على الأشياء اللي درسناها، حتشوف أمثلة متقدمة إن شاء الله تعالى. هذه هي الفكرة. ولاحظ أن المصفوفة رجعت لنا هي مصفوفة، عفوا الدالة رجعت لنا array of integer، فلازم اللي بعد return يكون array of integer، والresult هنا نوعه array of integer. فهذه هي الفكرة ببساطة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.